كيف الحس الساخر عندك سمو الأمير؟ ما عندك مشكلة فيه؟ أكيد أكيد أكيد، الله يحييك. بالعكس، الزملاء سووا مقطع ساخر على موضوع الحفريات، بدي أشوفه أنا وياك. أبرك الساعد، تفضل. خلينا نشوف المقطع مع بعض. لما بحثنا عن تاريخ الحفريات في الرياض لقينا صور ولقينا مقصوصات صحفية ترجع لأكثر من 50 عام تشتكي من حفريات الشوارع في الرياض، والوضع مثل ما هو بعد كل هالسنين وفي ازدياد. أشياء كثير تغيرت في الحفريات، لكن ارتبطنا بها وبأصوات المعدات كل صبح، جزء من تجربة العيش في المدينة الكبيرة. اللي ونسك أن الحفريات تجيب لك كل الجهات طوال العام، ما يقطعونك واصلين. اليوم الكهرب، بكرة المياه، بعد شركات الاتصالات والأمانة والصرف الصحي، وكل يحفر ويدفن الحالة. تدري إذا رحت جوجل وكتبت حفريات يطلع لك حفريات الرياض وجنبها حفريات ديناصورات، بالضبط ما في فرق. تذكرون هذا المقطع قبل كم سنة؟ بعد 40 متر حفرة، بعد 30 متر حفريات، بعد 7 أمتار مطب بعد المطب. طيب يوم غنى وقلبي تولع بالرياض، تاكون شافوا هذا المنظر. قلبي تولع بالرياض، حبي ورثته من الجدود، يا صفحة ناصعة البياض، زرعت الصحراء ويرود. قلبي تولع بالرياض، حبي ورثته. كل يحفر وكل يدفن، إلى متى على الحال؟ والله أخي عبد الله، ودي أزيدك في الشعر بيت. احنا سوينا دراسة طول العمر على أحد الأحياء الناشئة، وخذنا مربع كيلو في كيلو، قلنا خلينا نشوف كم عدد الحفريات اللي تصير فيه. تخيل في 5 سنوات لقينا 64 حفرية مختلفة في كيلو في كيلو. يا ساتر، خلال كم هذا؟ خلال 5 سنوات، كيلو في كيلو 64 حفرية. فعدد الحفريات فأنا يعني أعتقد المشكلة واضحة لك وواضحة لي وواضحة اللي عد المقطع وواضحة للسكان جميعا. المشكلة موجودة عندنا وحقيقة مشكلة جذرية. مشكلة الحفريات الأكبر أن أنا أعتبرها هي أساس مشكلة الشوارع اللي تونا نتكلم عنها. الواحد الحين اللي انكسرت إيده ما يقدر يعني يصدع راسه ويأخذ بنادول ويبتل كل يوم يأخذ بنادول وهو ما عالج إيده، يعني ما استفدنا شيء. ترى الحفريات جودة الشوارع ترى هذا دورها، هي الأساس. أنا زفلة البنادول لو أدخل كل أسبوع زفلة الشارع، إذا ما حليت مشكلة الحفريات وضبطتها بين الجهات المختلفة وعالجت هالظاهرة، ترى ما استفدنا شيء بتاتا في موضوع جودة الشوارع. يمكن اللي أبشرك فيه أخوي عبد الله والسادة المشاهدين أن بعد ما سوينا الدراسة وعرفنا حجم المشكلة، 64 حفرية هذه في مكان واحد، بدينا البحث عن حل جذري. ما نبغى حلول مؤقتة. ممتاز. إيش الحل الجذري؟ نبغى حل جذري. أول شيء سوينا أن شفنا الدول العالمية وش تسوي، المدن المتطورة في هالجانب وش تسوي. لقينا عادة المدن العالمية عندها مركز محايد أو مركز مستقل، المركز هذا له مجلس إدارة هو اللي ينظم عملية الحفر بين الجميع. بدال ما الشارع هذا اليوم تجي الأمانة حفرة، بعد أسبوع يجي الكهرب، بعد شهر تجي المياه، لا، تعالوا كلكم سوا مرة واحدة احفروا وحطوا الخدمات كلها وقفلوا الشارع. طورنا النموذج هذا، نموذج المركز وطريقة عمله، وقدمنا مقترح المركز الحكومة لإنشاءه، وأبشرك جت الموافقات الأولية وإن شاء الله سيعلن عنه بعد نهاية يعني إجراءات الحكومية في القريب العاجل بإذن الله. كويس، يعني الآن إحنا في طريقنا للحل، أنه ما كلين يحفر من رأسه ويدفن من رأسه. بالضبط، جهة واحدة هي تقرر أنه تحفرون مع بعض وتخلصون شغلكم مع بعض. بالضبط، المركز هذا بيكون في مجلس إدارته كل الجهات ذات العلاقة. كويس. كل واحد يجيب خطة حقت 5 سنوات قدام ويجلسون مع بعض ويلا نحفر مرة واحدة ونقفل مرة واحدة. هذا جديد.